يعني أنا يوم اللي صار الاستشهاد أنا كنت متأكد 100% مو 99% أنه هو راح يمشي رافع رأسه وما خايف ويحكي، متأكد. وبالفعل سواها هالشكل صدام. أنا صدام حسين أخو هدلة أخو الشعب. صدام كان ينظر إلى المنصة التي يقف عليها غير آبها، بينما كان جلادوه خائفين، والبعض منهم كان يرتعد خوفا، والبعض الآخر كان خائفا حتى من إظهار وجهه، فقد تقنعوا بأقنعة شبيهة بأقنعة المافيا وعصابات الألوية الحمراء، فقد كانوا خائفين بل ومذعورين. يا صاح لا تنثني واعزم على الشور، لو كان بعض الانفارق مثل الاعدام، اما تعيش بكرامه وانت مسرور ولا تموت بشموخك مثل صدام، ولا تموت بشموخك مثل صدام. هذا هو الشعب، فامريكا اذا بيها حلقه تصبدها، فامريكا اذا بيها حلقه تصبدها. عفيه عفيه عفيه. احتزم احتزم وهذا الحب اتخجم، لا تضايق لا لا والله انت ابتسم. خلطونا وصلت قاح مناسكة وهم بس يدعمون البعيد ويشوفون شلون نحط لهم حد وصايرون من هسه اليوم وكل شيء ما يريد منهم. يريدون يقولون شرف عظيم هذا لأن كنا احنا ما لازم يحرمنا من العراق. لا والله والله سعادتنا، واحنا احنا شلون يريدونا وين يحطونا بأي مكان شلون نصطف، ما ندور احنا مظاهر دور نتيجة. وكل من يسمعوا كلام يقول العراق ما يعرف سياسة، احنا نعرف سياسة قبل ما هم يصلوا الى السلطة. عرف سياسة بس سياسة خنوع، يقولون نعم هذه بها خسائر وتضحيات، وهي متى كانت كان الوصول الى الاهداف العظيمة بلا خسائر وبلا تضحيات؟ على العرب ان يصحوا، عليهم ان يصحوا. في بعضهم بدأت على شبكة تويتر مثلا، يمكن شفتها أنت، شافوها كثير من الناس، اللي حاط لك صورة العرض صورة صدام، وأنه يعتبر أنه رمز قومي وعروبي وواجه القوى الظلامية والإمبريالية، واللي يجيك يكتب يقول الله يرحم أيام صدام. بس أنا أعتقد في ثلاث أسباب أساسية. الأول هو أننا نخلق الطغاة. ده أنت ابنك قال الحقيقة يعني. فكنت اقول يعني ان يا جماعه هذا انسان غير مؤدب، يعني كيف نعجب بانسان؟ لين على ابو اللي جابك يا ابن الكلب يا واطي. شوفوا الحروب ايش سوت فينا، ايش سوت بهذه المنطقه. من يعود بالذاكره الى صدام حسين والجيش الرابع في العالم وكذا، وين راح هذا كله؟ شلون تلاشى يعني بين عشيه وضحاها؟ أنا بهاي الفترة الاختفاء سيارتي انضربت دوشكة كبيرة، يعني عني يمكن ما يطلع 50 متر، ومن جهتي من صفحتي هاي لنا وصلت إلى قريب صفحتي وما اخترقت الحاجز الأخير بالسيارة، والرصاص قدامي وهنا وهنا عنا. بس إذا اعتبار إحالة متهم بجريمة إطلاق النار على رئيس الدولة بغض النظر عن اسمه في القانون ما يعطي لمجلس قيادة الثورة الحق لأن يقرر استملاك أرض تعويضها، حاكم رئيس مجلس قيادة الثورة الآن بديكم وجود راح تطلعون انتم مصورين من الحزب. قسما بالله اللي اسمع هنشل يحكي ويا مواطن عراقي او بحثي الا اطر بيدي 4 صوت سمعت زين؟ الى ان اتكرر سياده مصيركم ولا اطلع انا على الله بهالشوارع.
الحروب الأهلية عادة تحصل بعد الإحصاء السكاني، إذا أجت النتيجة ما ترغي مثل المكونات تصير حرب أهلية، وتصير حرب أهلية بعد الانتخابات إذا أجت النتائج مفعول بها. استدعيناها وقلنا لهم يا بحشير القيادة، بحشير القيادة مش سويته، بحشير القيادة ليش تعملته فقط؟ إذا عندكم وجهة نظر سياسية صافحنا على خطأ حتى نسلمكم إياها للقيادة وتوكلنا على الله. ليش متألمة إلى هذه الدرجة؟ يكشف المترجم العراقي فراس أحمد. يقول أحمد: بعد يومين من اعتقال صدام حسين جرت حفلة في قصر الرحاب للقادة الأمريكيين، وكنت موجودا هناك لغرض الترجمة إذ كانوا بانتظار سياسيين عراقيين، وعلمت أن الرجل لم يكن في حفرة وأن الرواية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية كانت مزيفة. لابس بلطو أسود ومفرع ويمشي بس شنو قعد قبل لا يصل الصخرة النيتش قعد قام يزوع. الدخول إلى البيت الذي وجد فيه صدام والذي قضى فيه فترة اختفائه عن أعين القوات الأمريكية، لقوا الباب من هنا تهم يا بعين صدام حسين. تسمح لنا نقرأ على الشهيد صدام حسين؟ والله هو المنبر لك. باسمك بديها القصيدة وكلها تسمع لجلب الليثير صدامك صدت تاج راس المرجلة ويذيب الأجرد يلي بحبال النضال تمرجحت يلمت تموت الشرف ما حد لقاها وعالشهادة برجلك انت تقدمت يبقى دمك يمشي الغالي ويدمنا ولحظة عند العين صدق مارمت. على هذا القصيدة وعلى محبتك للكويت وعلى أن ظهورك نجمك ظهر فيها، لكن عدد من أهل الكويت زعلانين عليك أو زعلانين منك. مني أنا؟ هي لأنك تمدح صدام دائم، هم بالنسبة لهم صدام هو عدو اغتصب أو حاول يغتصب الكويت حنوة، وأنت تقول ما جاب أحد مثل صدام. يا أبو سعد شوف، صدام أخطأ لنا كلنا يعني إحنا كخليجيين أو كعرب، يعني أخطأ لنا كلنا وأخطأ على نفسه قبلها كلها يعني، لكن ما يجب ان احنا نغفل جانب عشان جانب يعني. الرجل شجاع وانا احب الشجاع لو انه عدوي، شجاع مهما كان لو انه عدوي انا احبه، واخو هذا بطل شجاع شجاع وانا عند كلمتي ما غيرها. رجل يقدم على حبل المشنقه ويضحك هذا ما يعني ما عرفت.